السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل متابعين الكرام. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا بشكر كل الناس اللي بتعمل لايك على الفيديوهات، وكمان الناس اللي بتعلق تعليقات يعني جميلة، ربنا يصلح لها ويبارك لها يا رب. إن شاء الله معانا كده درس بسيط. اللي احنا هنعمل هنقيس المكثفات حق الألفومتر ده، تمام؟ هوريك طريقة القياس المكثف ازاي. يعني أول حاجة انت عندك السلك الأسود ده اللي هو الكم، تمام، والسلك الاحمر اللي هو الموجب بتاع الافومتر. اول حاجه هنشتري الموجب ده وهنجيبه. هتلاقي لو بصيت هنا كده هتلاقي هنا كلمه سي اكس، تمام. هتشيل السلك الاحمر من هنا، الموجب هنشتريه من هنا ونركبه هنا كده، تمام. انا بتكلم عن هو الافلو معايا عشان ما اعرفش الافلو معاك شكله ايه وراه ايه، تمام. طيب بعد كده هو كده الوقت على ورق الام، ورق الجرز يعني، تمام كده اهو. هنشتري احنا اللحمة برضه زي ما قلنا، هركبه هنا. بعد كده هتجيب على ورق قياس المكثف اللي هي الاف ديت. اول حاجة طبعا المكثف، مشكلة الافو ده هو جميل جدا، بس مشكلته اللي هو لحد 20 ميكرو بس، يعني 200 ميكرو بس، تمام. اخطر حاجة فيه 200 ميكرو بس. طيب احنا هنجيب على اخر حاجة على 200. طبعا مش هنقيس الا المكثفات اللي هي اقل من 200، ما ينفعش نقيس الاكتر من 200، تمام. يعني مكثف 250 220 ميكرو مثلا ما ينفعش تقيس عليه، ده اكتر حاجه 200 ميكرو. المهم ده مكثف مثلا اهوت 250، وخمسين 10 ميكرو، مش عارف اجيبلكوا في الكاميرا اهو، تمام. عامة ده 250 فولت، 10 ميكرو. هنجيب الموجب على الموجب. طبعا هنفضي الشحن الاول اللي فيه ده، لو كان ركب في الشاسيه ولا حاجه، في الجهاز مثلا ولا حاجه، وبجاي تقيسه لازم تعمل ايه؟ تفضي الشحن اللي فيه الاول، تعمل شرط على الرجول كده الاول. بعد كده هتحط الموجب على الموجب والسلك على السلك. ارمايه كام؟ ارمايه 10 ميكرو بالظبط اهو على القفل، تمام. يبقى كده ده سليم. واحد تاني وليكن مثلا ده كام؟ ده 50 فولت، 33 ميكرو. 50 فولت، 33 ميكرو. طبعا هنعمل شورت برضو الأول كده، تمام، على الرجل بتاعته كده عشان لو في شحنة ولا حاجة، تمام. ركب الموجب على الموجب، الموجب على الموجب والسالب على السالب. الرماية كام؟ 33 ميكرو وتمانية من عشرة، 33 و8 من 10، كده سليم برضو. واحد تاني ده 50 فولت، 50 فولت، 47 ميكرو. 50 فولت، 47 ميكرو. طبعا هنعمل شورت برضو الأول على الرجول عشان لو في أي كهرباء ولا أي شحنة ولا حاجة تروح، تمام. بعد كده هنحط الموجب على الموجب والسالب على السالب. ارمعي كام؟ 47.7، 47 ميكرو، 7 من 10، يبقى كده تمام. طيب نجيب واحد تالت ولا واحد رابع. ده 50 فولت، 1 ميكرو. 50 فولت، 1 ميكرو. هنفضي الشحنة برضو نفس الطريقة، هتفضي الشحنة كان قديم أو جديد لازم تفضي الشحنة اللي فيه، تمام. هتجيب الموجب على الموجب والسالب على السالب كده اهو. قاري معايا كام؟ 1 ميكرو، 1 ميكرو، 1 من 10، أو 1 ميكرو 7، طب بس ايه يعني مش بتلف رينج 1% يعني، 1 من 10، تمام. 1 ميكرو بوينت 1 من 10، تمام كده. يبقى كده برضه سليم. دي كانت قياسة المكثفات، بس طبعا زي ما قلت لحضرتك هي بترجع للافو وعرض التكات بتاعته. يعني ده اكتر حاجة زي ما قلت لكم بيبدأ من 20 نانو فراد لحد 200 ميكرو، ده اكتر حاجة فيه، بس ممتاز في قياسة المكثفات يعني لحد ما جميل يعني. مش وسعره حنين برضه، الافومتر ده مش غالي ولا حاجة، دي ب130 جنيه، تمام. يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنساش طبعا لو أول مرة تشوفني تضغط لايك وتشترك معايا في القناة، وطبعا بكرر الشكر للناس اللي بتعمل لايكات على الفيديو واللي بتعلق تعليقات جميلة. ربنا يبارك للجميع يا رب ويوفق الجميع. كان معكم أخوكم السيد عوض من قناة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.